فإن إلينا يعني هذه الطموحات التي تحدثتم عنها في المحاضرة هي في أفقها البعيد، والله أعلم أنها خاصة في علاقتي مع المجتمعات العربية أنها يعني تسعى أو تطمح إلى غاية نحو هذه الثقافات والحضارات والهويات، وهذا مشاهد في الواقع. عندما نظرنا إلى واقع المعاش داخل المجتمعات العربية نرى كثير من العادات، تهميش الدين في الحياة العامة أصبح مهمشا، أصبحت هناك أولويات أخرى للمواقع العربي، الثقافة، اللغة والثقافة، التاريخ الإسلامي والعربي، أصبحت هذه كلها التي هي عناصر أساسية وثوابت التي تكون الهوية أصبحت مهمشة ولا يعتد بها. في مقابل أصبحت الثقافة الغربية هي الحاضرة والقوية والتي تفرض نفسها بقوة. ولكن أطيل فتح المجال للفضاء. شكرا جزيلا لكم على المحاضرة. الشكر موصول لكل من سائر هنا، جميع المستفيدين في الأستاذ الكريم نبيل الشريف. طيب الأستاذ الشجاع أقدم على موضوع صعب شائك من الأعلام وخرج في أقلام وسال في ميدان كثير. ذلك لا يمكن إلا أن نعطي وصف كما قيل وتردد في متدايته كثيرة. هي مغري، مخيف، هي حوت ضخم، هي حيتان الأقل منه والإسلام والبداية. ونحن تلك العلم العربي كالميتيك الأسماك ضيقه لميتو غزالة وقع الأمر يوم بذلك. إذن وكل ذلك العادة للأسف لتحقيق الربح المادي الطموح بالنسبة للوبيات التي تسمي على مستوى العالم، أنا أتحدث على مستوى العالم. إذن أين تتوقعنا نحن العالم العربي المختار بامتياز وكل داري والمتسبب والمثقف بأنه يعتبر ذلك مخترق الامتياز؟ والأستاذ والله أنا أشكرك شخصيا على أن أمسكتم العصام الوسط وحاولتم بطريقة دبلوماسية وذكية أن تقولوا نحن اللي في موقع الضعف علينا أن نتعايش بطريقة ذكية حتى لا يعني نطمئن ولا نعثر في ولا انسى نحن ضد التيار. انا عندي سؤالين. السؤال الاول استاذ الكريم، هل ترون معي حسب قناعتي على الصخر تحرك المجتمع المدني من خلال هيئته ومنظماته وجمعياته وذلك ذاهبين بإثبات وترسيخ الهوية العربية ومثل الهوية العربية مهما ظلام ما أكثر وما أروعها، وأننا أن نفخر بذلك ليس من باب الفخر وإنما من باب تاريخ وأمور كثيرة، ويعني في إطار المقاومة حتى نستمر مسألة الاجتهاد من أجل البقاء. يعني هل سؤالي من خلال هذا كافي؟ وخاصة أن لجاني شابة حضرت في سنة 1911 في افتتاح البرنامج الأوروبي ستراسبورغ، ومشي إلى كيف ملتقي لاحظت ملاحظات من الملاحظات التي لاحظت قالت الشباب المغربي كل الشباب اللي يمتون على مستوى أوروبا المتوسطي كانوا يتحدثون كلهم من صعيد أهل المنطقة بلغته إلا المغاربة. استسمحين خصصت يعني قلت عليها ثلاث يتحدثون بلغات أخرى، أحدهم من أحد أعضاء البرلمان الأوروبي يعني بولونيا أنا أعتقد فتحدث بولونيا كم من إنسان يتحدث بولونيا في العالم هناك مترجم. طيب نقطة إلى السطر ثم سؤالي الأخير استسمحين أن أقول الكريم، توقعت أن يكون في الشق الثاني من محاضرتكم القديمة
ما هو التراث الماضي، ما هو التراث الماضي، وما هو يعني تم نرجع من هذا خاصة في المجال العلمي مثلا. ما يتبقى الآن لهذا عمل يعني غير سهل، إيصال الماضي بالحاضر، إيصال الماضي يعني ما هو ينتمي للتاريخ والتراث إلى ما هو ينتج الآن، عمل صعب وذلك يتطلب وسائل وطرق من الميثود، وهذا ما يخص ما نحتاجه الآن لنتمكن من هذا العمل الجبار. يعني ما هي هذه الوسائل وما هي الطرق أو ما هي بداية الطريق لنصل إليه؟ والشكر. أشكر السيد على هذا المحاضرة ونقول له مرحبا في المغرب. كذلك نشكر جمعية منطقة الحضارات لتسعيرها لنا لهذا النقاش وهذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سنة جميع الناس في يتلقوا بها المحاضرة. بالنسبة للعنوان خصوصية الهوية، خصوصية الهوية ومباحة العلماء، وعندي واحد الأمرين هو الكمال والدوام، أمر يخصه الله سبحانه وتعالى لنفسه وكل حضارة مهما وصلت في قوتها وتحضرها وعلى باقي الحضارات في تاريخ الإنسانية ينقصها الكمال، فهي دائما محتاجة لاستمداد أمور أخرى لتفهم بها تلك القوة التي بها. بالإضافة إلى الدول فجميع الحضارات كيفما كانت قوتها في تاريخ الإنسانية لا بد لها من زوال، هذه هي حقيقة تاريخية وسنة كونية جعل الله في هذه الحديث. بالتالي هو العلماء كعلماء ربما في شموليتها ليست أمر سلبي، ربما هو أمر إيجابي. بالتالي كيف لنا يعني العلماء بها يمكن أن نشكل حضارة قوية. الإشكال الحاصل حاليا في هذه المرحلة من الإنسانية خاصة التي نعيشها الآن ليس في تاريخ الإنسانية، في تاريخ الإنسانية ربما العلماء كان لها أثر إيجابي في غالبية تاريخ الإنسانية ومرحلة الحضارة الإسلامية جزء زعما مشرك في هذه المرحلة من مراحل العلماء. ما نعيشه حاليا نعرف الأستاذ جاسم النبيل طرح هذا الأمر أنه ليست هناك وحاجة حتى ما هناك همامة، وهناك بعدة مشاكل تحضر مشاكل، ولكن الإشكال الأساسي هو أنه الضعف هنا هو الذي جعلنا من الهيمنة خطرا علينا. بالتالي السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس أن العولمة إشكال، هذا أن الضعف الذي وصلنا إليه كهويات كهوية إسلامية كهوية عربية وهو الذي يشكل خطرا. بالتالي بدل أن نناقش كثيرا أبحاث العلماء وهيمنة العلماء يجب أن نتخصص أصلا وأن نناقش أكثر خصوصيتنا الهوية وإشكالاتنا الهوية الحالية وضعفنا في هذا الأمر. الذي يحسب على حضارة قوية يجب أن يتيقن بالتدافع، يجب أن يهيمن، هذه طبيعته، ولكن نحن كأفراد كهويات وكحضارة يجب أن ندعم نحافظ على الضعف الذي نحن فيه. نحن كمسلمين مثلا كدولة إسلامية لدينا إرث حضاري إسلامي ما يمكن من خلال العولمة وهيئة العولمة أن نغزو به العالم. ربما الأستاذ قال أن الفلافل أنا في أمريكا، وأنا أقول أنا قبل الفلافل يعني أنا المسلمين وهذا الإسلام الغرب مثلا الإسلام الداخلي المنطقة الغربية أصلح في كثير، وهذا راجع إلى العولمة. بالتالي الأصل هو أنه يجب نحن كأفراد وكتجمعات يجب أن نقوم بدور كبير جدا خاصة في فئة الشبابيه، أن نقوم بدور كبير في تأمين لهذه الهوية عندها والدفاع عنها والإبرازها للغرب، أما الغرب قد يحتاجها أكثر منا وهو بحاجة فعلا لأنها أكثر واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا على الدعوة المهنية.
أولا التذكير بقوله سبحانه وتعالى وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه الآية تذكرني بأن لا يمكن توازن الهوية بدون توازن الأعضاء. وهذا رأيي في فمثلا الآن نحن بصدد الحديث عن الهوية وبخصوص نحن قلقين على مصدر الهوية الإسلامية والعربية. ولكن هذه الهوية ما كنا لنصحوا هذه الصحوة لولا تواجد العلماء التي كانت مثل الصفعة في وجه العالم الإسلامي. ففي عصور الانحطاط حدث خطوط ولولا هذا الاجتياح الذي حدث لما استطعنا القيام اليوم بهذه النوع من التطورات والمحاولة للحفاظ على الهوية. فلذلك فأنا أظن أن العلماء ظاهرة صحية في البشرية وتواجدت منذ الأزل وهي وسيلة لكلا الطرفين، للطرف الأقوى وللطرف الأضعف. فيمكن كلاهما أن يسعى إليها، لذلك هي فقط إحداث التوازن بين المتضادات لكي نضع في حيل تضع حضارات على حضارات. أما العلماء فلا أظن أنها سلبية أو أنها ستندثر، هي ظاهرة صحية ومشكلة. الإنسان
الخاطئة التي بدأت تهدد البشرية كشعب. أستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله ألف كتابه العظيم والذي ينبغي أن يطلع عليه كل إنسان. لما تحدث عن الحضارة الغربية قال: خانت الحضارة الغربية العالم ووضعت فوق رأس كل إنسان في العالم، وضعت فوق رأسه عشر في ذلك العصر، عشر كيلوغرامات من المتفجرات على رأس كل إنسان، عشر كيلوغرامات من المتفجرات. فهذا النزول نحو التسلع، هذه النظرة التي نظرها الغرب إلى هذه الثلاثية هي التي ينبغي أن نصب جهودنا عليها وأن نعرف نحن المسلمين أصحاب الهوية والخصوصية الثقافية والتمييز أن نعرف الغرب على هذه الأشياء وندعوه إلى هذه الحاضرة لتستقيم جادة الحياة والفاقرة من جديد وشكرا. أستاذ qui est-ce qu'elle aime de la dirige maghrébine. Je vais parler en français. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre conscience et de clairvoyance ainsi que la tenue et le mode. Et en effet, moi, je voudrais juste dire certaines choses. Je vais poser une question après, mais il est vrai que l'humanisme, surtout moi, يتكلم عن الحركة الإنسية في المجتمعات الإنسية الأوروبية، والآن حيث أعيش في المغرب أريد أن أركز على كوني أعضد وأدعم هوية المسلمين في المغرب والهوية الإسلامية خاصة وبخاصة أن الحركة الإنسية مليئة بالمطبات، فالمجتمعات التحررية لا تتميز بالحرية حقيقة. ففي مجتمعات هذه المتحررة في كل عشر دقائق في بالنسبة لكل عشر ملايين ساكنة في كل عشر دقائق هناك امرأة تتعرض للاغتصاب. إذا أنا هنا في المغرب أدعم الهوية الإسلامية. فمسألة الخصوصية البربرية أو الأمازيغية أو ما إلى ذلك، الخصوصية هذه مسألة مرتبطة بكل مجتمع من المجتمعات حتى في أوروبا. وقد أعجبتني قصة الحوت الكبير الذي يبتلع الأسماك الأصغر. وهذا هو سؤالي. مع كل هذه مع هذه كل الشعوب أو المجموعات من العالم الإسلامي التي تمتد داخل أوروبا والتي تجد جذورها في الإسلام، والتي تتعامل مع التقنيات الحديثة وخاصة الشبكة العنكبوتية، هناك ظواهر مثل أساتذة الحقوق والاقتصاد فهؤلاء أخذوا يتطرقون إلى بعض المجالات التي كانت محظورة فيما قبل، مجال الاقتصاد حتى مجال الفكاهة والتنشيط.
j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces courants, de ces nouveaux courants qu'il y a dans la profondeur de la société. أريد أن أعرف موقفكم من هذه التيارات العميقة في المجتمعات الأوروبية حيث تتطرق والله يا أخوانا أصابني صداع مو صداع في الرأس بمعنى وجع الرأس إنما دوار نحن كما ذكروا بعض الإخوة والأخوات يعني الأمام قضية كبرى كثيرا يعني ما هي بسيطة ولا تحتمل الاختزال لا في محاضرة ولا في عدد من المؤتمرات المتتابعة بالتالي حتما لن نستطيع في نهاية لقاء قصير مثل هذا اللقاء كنت أتمنى لو كان طويلا جدا وأستمع أكثر إلا يعني لمسات حول القضية وليس الواقع الدخول في صلب هذه القضية لا سيما عندما تطرح قضايا وتطرح أسئلة تتطلب بحد ذاتها دراسات حتى تستطيع الإجابة عليها آخر سؤال الحقيقة إذا فهمته كما وصلني عبر الترجمة Je ne parle pas français هذه الجملة الوحيدة التي أتقنها بالفرنسية ألمانية ich spreche kein Französisch das ist das einzige der einzige Satz den ich auf Französisch kann okay إن شاء الله يعني لما يطرح مثلا كيف نستطيع الواقع الجواب على هذه العناصر التي أصبحت إسلامية عربية داخل المجتمعات الأوروبية هذه وحدها تحتاج إلى دراسة أنت تحتاج إلى معرفة الواقع العربي الإسلامي إذا صح التعبير الموجود داخل نطاق المجتمع الأوروبي وعارف قدراته الحقيقية إمكاناته الحقيقية مستوياته الثقافية مستوياته العلمية تعدد هوياته الثقافية بين من أقصى البلدان العربية والإسلامية إلى أقصاها وكيف تستطيع أن تجمع يعني بين من لا يريد أصلا أن يغير هويته الأصلية أو يشتد ويتطرف فيها وبين من الواقع استغنى عن كل مقومات الهوية الذاتية وذاب في المجتمع حتى تصل إلى أصلا المعلومات الأساسية التي تجعلك قادرا على الإجابة ما الذي نستطيع أن نعمل هنا أو أن تقترح ماذا نستطيع أن نعمل هنا وترى الأمور على حقيقة يعني في كل سؤال من الأسئلة التي وردت أشعر بأننا أمام واجبات كبيرة فلا بد الواقع من على الأقل أن نضع بعض اللمسات الأساسية التي تمكننا من إعطاء الإجابة ولو بعد جيل كامل إنما من أكبر الأخطار علينا أن نبقى نطرح الأسئلة مرة بعد مرة في مؤتمر بعد مؤتمر في جيل بعد جيل ولا نستطيع الإجابة عليها لأننا لا نخطو الخطوات الأولية الضرورية من أجل خطوات أوسع فيما بعد يعني بعض الأمور تبسط أحيانا ببعض الأمثلة البسيطة هلأ أنا لا أستطيع الملاكمة والآن بلغت من العمر عتية حتى لو أردت أن أتدرب لا أستطيع وأمامي ملاكم يتحداني كيف أستطيع الواقع أن أواجهه لا يمكن بكل بساطة لأن لا أستطيع الآن استدراك ما فاتني خلال 30-40 سنة مضت ولست في الوضع الذي يمكنني من إعطاء إمكانات من أمتلك قوة جديدة من أجل أن أواجه ملاكم قوي بطل العالم في الملاكمة مثلا إذن يجب أن أبحث عن وسائل أخرى يجب أن أبحث نحن حالنا في الوقت الحاضر كهويات ثقافية وأقول مرة أخرى ليس فقط العربية والإسلامية أمام العولمة الجامحة أو العولمة المتغولة أو العولمة التي أصبحت تستغل كل الوسائل الحديثة التي أصبحت تمتلكها الواقع في موقع ضعيف طيب من أين نبدأ؟ إذا الآن نقول يجب أن نواجه العولمة بكل ما تصنعه لن نستطيع إذا قلنا الآن يجب أن نصنع الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نصنعه ولا تستطيع العولمة أن تمنعنا من صنعه نستطيع أن نبدأ العولمة الواقع أول ما تستهدف في كل أنحاء العالم هو الإنسان والإنسان نملك أن نصنعه بأيدينا في إطارنا الصغير أو إطارنا الأوسع فيجب أن نركز على صناعة الإنسان الذي لا تتمكن العولمة
من السيطرة عليه، ومن خلال السيطرة عليه السيطرة على المجتمع والثقافة والأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية وسواها. فلابد أن نحدد نقطة البداية إذا صح التعبير من أجل المواجهة، أو إذا سميته التواصل الإيجابي الواقع. الإشكالية ليست في العنوان، الإشكالية في فهمنا للمرحلة التي نعيش فيها حضاريا. العولمة تستند إلى وضع حضاري ثقافي متقدم قرونا عديدة، وتواجه خصوصيات ثقافية تنتمي إلى حضارات بدأ انحطاطها منذ قرون عديدة. فنحن في نقطة ضعف معينة تاريخيا واقعيا، وكل ما ينبني على ذلك سواء من فوارق القوى العسكرية أو فوارق القوى السياسية أو فوارق القوى المالية أو حتى الدراسات والبحوث ومراكز والعلاقات بين البشر، الواقع تعتمد على هذه النقطة أن هناك تفاوتا كبيرا لا نستطيع أن نتجاوزه دفعة واحدة، وهذا أمر طبيعي في التاريخ. لا توجد حضارة غابت مع مفعولها القوي سواء كان بشكل عولمة أو سواها لتظهر حضارة أخرى مكانها خلال جيل واحد، إنما غالبا ما استهلك ذلك عدة أجيال من العمل المتواصل. ذكرنا قبل قليل أن بداية النهضة الغربية كانت في عصر الفلسفة الإنسانية والتنوير، هذه استمرت قرنين من الزمن، يعني ستة أجيال متوالية. ثم بدأت الواقع عملية البناء المادي والتقني، ثم بدأت الحداثة فانحرفت بها. فإذا نحن أمام مهمة كبرى، إذا بقينا نفكر بها في إطار نحن نريد أن نتخلص من أخطار العولمة قبل أن يبلغ أولادي سن الكبار، قد لا نستطيع أن نتحرك. إذا العنصر الأول الذي لا تستطيع العولمة أن تسيطر عليه وهي تستهدفه ليلا ونهارا في برامج التربية والتعليم والإعلام والغزو الفكري والغزو الاجتماعي وكل الأشياء التي يمكن أن نفكر بها، هو عنصر الإنسان. هذا العنصر نملكه بأيدينا، هذا الذي نستطيع أن نبدأ به، نستطيع أن نبدأ به من أجل أن يكون بعد جيلين. ولما أقول جيل بدل عدة أجيال، لأن سرعة العصر تغيرت. بين الحضارة العربية ونشأة الحضارة الأوروبية سارق الأمر بين انحطاط وصعود فعلا حوالي 200 سنة إذا راجعنا التاريخ بشكل دقيق. أما الآن ما بين هبوط حضارة بدأت تتفسخ من حيث علاقتها بالإنسان، وبين صعود حضارة جديدة لا نحتاج إلى 200 سنة، قد نحتاج إلى سبب بسيط. خلينا نأخذ الكتاب العادي كوسيلة من الوسائل. قبل 50 سنة إذا طبعنا كتابا كتبناه ألفناه راجعناه حققناه نشرناه في المطبعة وزعناه وصل إلى الناس، بعض الناس أعجبوا فيه ترجموه نشروه، كانت هذه العملية تسارق على الأقل 3 سنوات. الآن يا أخي بعض الكتب تصلني عبر الإنترنت باللحظة التي تنتهي تأليفها، وأحيانا لا أفهم اللغة مثل الفرنسية فأترجمها إلى الألمانية بشكل فوري، يعني خلال دقائق. فإذا عملية التغيير التي نحتاجها لا يعني أن نتحدث بعصور كما كان في التنويه، لدينا الواقع أشياء يعني من الماضي قبل كيف نستطيع أن نصنع بها المستقبل. نستطيع خلال جيل واحد، لأن السرعة تغيرت أدوات بين أيدينا غير الأدوات التي كانت قبل جيل واحد. فالعامل الزمني يمكن أن نستغله، لكن العامل الذي لا نستطيع أن نغفل عنه هو عامل الإنسان. من أخطر الأمور في المواجهة ليس مع العولمة، مع أي عدو. يا أخي إذا عدو مجرم